بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وفيديو جديد. والفيديو النهاردة بتاعنا بيتكلم عن الرسالة يمكن اللي وصلت كثيرا من الممولين والمسجلين اللي احنا شايفينها قدامنا. ولكن قبل ما نشرح هذه الرسالة، بفكر حضراتكم مرة تانية ان احنا طبعا فتحنا صفحة جديدة بعد ما الصفحة القديمة بتاعتنا راحت، اسمها الدكتور محمد الديب اكاونتنج فور ايفر، ونتمنى منكم ان انتم تشتركوا عليها زي ما كنتم مشتركين على القناه القديمه. طيب سريعا تعالوا نروح. طبعا الرساله زي ما حضراتكم شايفينها كده بتقول: عزيزي الممول فلان، خلاص عند قيامك بتقديم صحيفه الطعن المميكن نموذج واحد طعن، يرجى كتابه موجز اسباب الطعن في الحقل المخصص بالنموذج بما لا يزيد عن 256 حرف، مع رفع ملحق صحيفه الطعن متضمن تحديد جميع تفاصيل اوجه الخلاف على وجه الدقه كملف مرفق بقائمه المرفقات وللاستفسار كذا. اولا عندنا ملاحظتين. اولا هي رساله يعني توعويه زي ما بيقولوا، بينبه الناس، ولكن يعني مش عارف كان وقتها دلوقتي بسبب شيء معين ام ان دي توعيه عامه احنا بنبعتها للممولين. ولكن الاحتياط طبعا ان احنا نخش على المنظومة ونتأكد في مستنداتي ان مفيش فعلا اي طعون جات لنا. طيب فتحنا ولقينا في طعون، هنقول لحضراتكم احنا كنا عملنا فيديو قبل كده. الفيديو ده كان اسم الفيديو زي ما حضراتكم شايفين: مثال عملي على منظومة الضرائب للطعن على نماذج الفحص سواء قيمة مضافة أو دخل أو أي نماذج أخرى، وكيفية كتابة أوجه الطعن وتنبيهات أخرى مهمة. وده فيديو مهم لازم حضرتك تشوفه. ثانيا هو النموذج واحد طعن، ما فيش في النماذج المرفقة بقانون الإجراءات الموحد نموذج واحد طعن، هو كان فيه بدءا من نموذج اتنين طعن. فبرضو أنا مش عارف دي واضح برضو يعني، يا إما يقصدوا بيها شيء يا إما دي طبعا خطأ برضو فيما يخص هذه الرسالة. ولكن الناس ما تخافش، دي رسالة واضح إنها توعوية، بس زي ما بقول احتياطيا لو سمحت هنروح على المنظومة، وفي المنظومة واخد بالك هنبتدي ان احنا نشوف في مستنداتي تمام الايه اذا كان هناك فعلا اي طعون من اي نوع، بحيث ان احنا برضو نبدأ نشوف هذا الكلام. وزي ما انا قلت الفيديو ده هيبقى بالنسبة لحضراتكم مهم شويتين ثلاثة، لان هو بيوضح اوجه الطعن بالتفصيل وازاي نكتب الكلام ده. بشكر حضراتكم، ما تنسوش تابعونا على قنواتنا على السوشيال ميديا، على اليوتيوب طبعا وعلى التليجرام عشان يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.